البركات في هذا البرنامج الدائري، وارحب بالزائرين الذين عم توصل. كوني احد العائدين من بؤر التوتر وخوضي يعني في هذه التجربة يعني الظلامية في الفكر المنحرف الجهادي، فمن بعدها يعني اتخذت قرار أنني نعدل على هذه الأمور هذه، وبغيت نتصالح مع الذات ومع الوطن ديالي ومع المجتمع ومع النص الديني. فكانت التجربة أو برنامج مصالحة هي البوابة لهذا التصالح اللي تم يعني، وكان بفضل أساتذة أجلاء أفاضل يعني في شتى المجالات اللي كونونا وسهروا معنا يعني صراحة بذلوا مجهود كبير في سبيل أن احنا يعني التنوير ديالنا لتنويرنا، وكانت بمثابة إخراجي من الظلمات إلى النور. وهذا الأمر يعني تم بفضل يعني عديد من الناس والشركاء على رأسهم المندوبية العامة لإدارة سجون أعداد الإدماج والسيد المندوب يعني والشركاء ديالو. فأنا كنوجه لهم جزيل الشكر يعني على هاد البادرة يعني الحسنة، واللي كتجسد المعنى الحقيقي أن الوطن غفور رحيم، خصوصا بعد خوضي يعني تجربة في بؤر التوتر كنت في سوريا تحديدا. والحمد لله يعني أنا الآن يعني كنعتبر هاد المشاركة في برنامج مصالحة كأنها ولادة جديدة لي، والحمد لله أنا الآن مستعد أنني نبدأ حياة جديدة ونكون إنسان آخر يعني بفضل التنوير ديالي. والحمد لله هاد التراجع ديالي عن الفكر كان بدأ منذ تواجدي هناك في بؤر التوتر، وبعد مشاركتي في برنامج مصالحة ترسخ عندي هاد التراجع بالدليل الشرعي والقطعي من لدن أساتذة أفاضل كما سبق لي قلت، سواء في المجال الديني أو الحقوقي وكذلك القانوني والنفسي والمجال النفسي أيضا والاقتصادي. هي كانت صعبة يعني ماشي سهل يعني، خصوصا أنا ما كانش عندي شي علم مثلا في الدين وكذا، كنت شخص عادي يعني انجرفت يعني في هذا التيار يعني ديال يعني انجذبت إلى المقاطع الفيديوهات والأناشيد، وهذا يعني كان أمر عاطفي. فكان كان أمر صعب يعني أنني انتقلت هذه النقلة هذه. فبعد واحد الصراع يعني ومخاض يعني الحمد لله اللي توج بمروري في هذا البرنامج المبارك اللي له الفضل يعني عليا وعلى جميع من الزملاء، الحمد لله اللي تنوروا وأصبح عندهم واحد الرؤية واضحة للنص الديني وكذلك المصالحة مع الذات ومع النفس. ثمان سنوات قضيت منها، ثلاث سنوات الآن. استطعنا الحمد لله بعد على المستوى الشخصي بعد ما كنت كنعتقد بعض الاعتقادات يعني اللي تبينت لي خلال البرنامج كانت اعتقادات خاطئة وتوجهات يعني فاسدة، لأنني كنت كنحمل بعض الأفكار اللي في الحقيقة ما كانش عندي دراية عميقة ديالها، حيت أنا ما كانش عندي بزاف ديال العلم في الدين، كنت فقط يعني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وما يلقى في الانترنت يعني كنت كنتبع داك الشيء وكنسحب لي هذاك هو الحق. والحمد لله من خلال هذا البرنامج مصالحة فثلاث أشهر جمعنا أساتذة يعني علماء فاهمين في الدين وقدروا يصححوا لنا هذا الفكر هذا اللي كان عندنا، والحمد لله وقعت واحد المراجعة. في الأول ما كانت سهلة على حسب ما كناش عارفين بزاف الأمور، كانت عندنا بزاف ديال الأسئلة، استطعنا أننا نطرحوها والأساتذة الكرام يعني جاوبونا بكل أريحية وبالعلم، والحمد لله يعني اقتنعنا بزاف هذا برنامج هذا. من خلال المحاضرات تمكننا أننا نكتسبوا بعض الأفكار الصحيحة وتبدل الموقف ديالنا الحمد لله في هذا البرنامج.